احنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بايدينا وبنرس يعني الابداع كان مولود فينا لحظة موعينا لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم يلا سيب بصمتك يلا يلا سيب لمستك يلا اهلا بحضراتكم من جديد. وطبعا لما نتكلم على الاصلاح الاقتصادي فده محور مهم جدا من المحاور اللي هيتم التركيز عليها النهارده في خلال مؤتمر الشباب في نسخته السابعه واللي طبعا هينطلق من العاصمه الاداريه. مناقشات وورش كمان هتتم خلال اليومين اللي بينعقد فيهم المؤتمر. تعالوا نتكلم اكتر عن موضوع الاصلاح الاقتصادي مع ضيفنا الباحث الاقتصادي استاذ احمد ابو علي. اهلا بيك ومنورنا في صباح الورد. صباح الورد ابو حميد. في البدايه عايزين نعتبر نفسنا احنا دلوقتي في مؤتمر الشباب، هناخد معاك سكه مختلفه كده، وفي اسئله كتير من الشباب بتوجهها النهارده سواء ل طبعا راس القياده السياسيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي او كل المسؤولين الحكوميين اللي هيكونوا موجودين النهارده من خلال نموذج المحاكاه. المؤتمر النهارده بينصب على الاصلاح الاقتصادي اكتر، فكتير من الاسئله هتبقى على الشق ده. انت شايف ان ايه المؤشرات الايجابيه مثلا للاصلاح الاقتصادي اللي حصلت لو انت قاعد على المنصه دلوقتي والناس بتسالك عن ده هتقول لهم ايه؟ خليني اقول لك الاول خيري في البدايه انه تحديدا جلسه الاصلاح الاقتصادي من انطلاق مؤتمر الشباب في نسخته الاولى حتى المره دي النسخه السابعه، تحديدا اصرار السيد الرئيس والحكومه على انه يكون هناك جلسه خاصه بمناقشه الاوضاع الاقتصاديه اللي مرت بها مصر. انا شايف ان واحد من اهم عوامل نجاح تجربه الاصلاح الاقتصادي اللي مرت بها مصر هو حاله الحوار اللي تم طرحها من جانب القياده السياسيه المتمثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه وما بين اكثر الفئات تاثيرا في الراي العام في مصر وهم الشباب. احنا يعني قبل 2013 ما كانش عندنا فكره حاله الحوار والمصارحه بحجم التحديات والاعباء الاقتصادية اللي كانت بتقابل الدولة. أعتقد أن ده كان بيمثل عبء كبير جدا وتحدي أمام أي حكومة أنها تقدر تحقق النجاح. أنا شايف أن تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر من أهم عوامل نجاحها حالة الحوار اللي تم يعني القيام عليها من جانب السيد الرئيس ومن جانب الحكومة ومن جانب المجتمع المصري بشكل عام. أعتقد ده سهل كتير جدا أنك أنت تقدر توضح حقيقة الوضع الاقتصادي بالأرقام بالتحديات بالعقبات، وده كمان اللي خلى الناس قدرت تستوعب يا خيري عملية الإصلاح الاقتصادي وأن هي تقدر أن هي تكمل، نقدر أن هي رغم أن كان فيها يعني تحديات صعبه جدا. المواطن تحمل بشكل كبير جدا تحديات اقتصاديه خلال الفتره فيها تحديدا من المرحله الاولى من اصلاح تحرير سعر الصرف وما تبع ده من صحيح. اجراءات اصلاحيه. اعتقد كل ده سهل بشكل كبير جدا ان احنا نصل لنهايه الاصلاح الاقتصادي باستلام مصر الشريحه الخامسه من قرض صندوق النقد الدولي واللي ترتب عليه الاشادات الايجابيه اللي بتصدر بشكل دائم من كل المؤسسات الماليه العالميه على راسها صندوق النقد او البنك الدولي او مؤسسات التصنيف الائتمانيه. النهارده بقى اعتقد الجلسه النهارده هيبقى لها طابع مختلف جدا انه السيد الرئيس هيوضح احنا وصلنا لفين دلوقتي، احنا متبقي ايه، ايه اللي هيتم الفتره الجايه، لانه في حاجه مهمه جدا خيري وهو ان الاصلاح الاقتصادي ما احنا عملنا ايه الاول؟ عملنا ان احنا صلحنا حجم الخلل والاختلالات اللي كانت في هيكل الاقتصاد المصري. الفتره الجايه بقى احنا هنبتدي مرحله ثانيه وهي مرحله البناء الاقتصادي، ان احنا ايه المشروعات القوميه اللي هتضخ الاقتصاد المصري، ايه اللي هيتم بعد انهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي، حجم التوسعات الاقتصاديه في كل قطاعات الاقتصاد. يعني مرحله البناء، انت مرحله الاصلاح كان في خلل فانت عالجته، خلل في سعر الصرف، خلل في منظومه الدعم، في كل مراحل الاصلاح الاقتصادي. الان بقى فكره بناء الاقتصاد في هيكل أشمل وأوسع في كل القطاعات الاقتصادية. خلينا كمان نوضح يا أحمد نقطة برضو للمشاهد أنه يعني في رجال أعمال مصريين كتير جدا جدا عندهم وطنية شديدة وكان بالفعل. يعني حتى لما كان حد بيتكلم معهم يقولك احنا عارفين أن الدنيا صعبة علينا شوية لكن احنا لازم نستحمل علشان نعدي النفق المظلم ده. وإحنا بنتكلم على توقيت المؤتمر في ظل طبعا أنه في مؤشرات ظهرت اقتصادية عالمية سواء من قبل صندوق النقد، من وكالة موديز، من بلومبرج، وبنتكلم كمان في نفس الوقت ان العالم كله دايما بيبقى حاطط عينه على مصر في اثناء مؤتمرات الشباب دي تحديدا، سواء كانت بقى منتدى شباب العالم او منتدى الشباب الوطني اللي في نسخته كمان السابعه اللي بدا في 2016. تفتكر ده
هيترتب عليه ايه عالميا؟ العالم هيشوف مصر باقتصادها ازاي؟ اولا مؤتمرات الشباب دي ليها اكثر من انعكاس ايجابي. الحاجه الاولانيه يا احمد ان هي نشطت نوع جديد من السياحه ما كانش موجود عندنا، وهي فكره سياحه المؤتمرات. صحيح. عايز اقول لك ان في دول في محيطنا الاقليمي عربيا، يعني دول الخليج العربي تحديدا دبي، يعني الدول دي ما عندهاش اي معالم سياحيه، لكن يعني اكثر من 90% من ايرادات قطاع السياحه دي قايمه على فكره سياحه المؤتمرات. صحيح. تحديدا مؤتمر منتدى يعني الشباب في نسخته الاولى، وبعد كده لما تم تطوير الموضوع لمنتدى شباب العالم، دخل فكره جديده، فكره سياحه المؤتمرات اللي ما كانتش موجوده داخل الاقتصاد المصري. الحاجه الثانيه، حاله الحوار امام العالم بتوضح لكل العالم حجم التغير اللي حصل في تركيبه المجتمع المصري دلوقتي. حاله الحوار، فكره بقى ادراج الشباب، ادماج الشباب في الحياه السياسيه والاقتصاديه وفي المجتمع المصري، مش بس شعارات او مش بس عبارات وهميه ما لهاش يعني تطبيق فعلي، لكن بالفعل. وده حتى كان واضح التوصيات اللي صدرت من كل مؤتمرات الشباب تم تنفيذها. السيد الرئيس كلف هناك لجنه المتابعه المعنيه بمؤتمرات الشباب بتنفيذ هذه الامور. كان منها مثلا لما تم التوصيه بعقد مؤتمر شباب العالم اتنفذ بالفعل. صحيح. فكره الجامعات الاهليه، مناقشه الجامعات الاهليه في النسخه الاولى منتدى الشباب المحلي، بالفعل طرح القانون على مجلس النواب. فبالتالي انت بتوضح للعالم ان التجربه، وخليني اقول لحضرتك كمان انه استمرارها للمره السابعه او النسخه السابعه ده تاكيد قوي جدا على نجاح تجربه. طب خلينا احمد يعني نحط نفسنا مكان ناس من الشباب كتير بيتفرجوا علينا دلوقتي ويدوا كده تعليقات. انا بحكي لك من الشارع بقى التعليقات اللي كانت بتتقال، يقول لك يا عم ده كل ده تمثيل، ده بيطلعوا كده مؤتمرات عشان يتصوروا. طب هم بيختاروا الشباب ده على اساس ايه؟ يعني في علامات استفهام برضو عند شباب كتير بيتساءل، طب انا لو عايز انضم للمؤتمر ده اعمل ايه عشان اكون موجود؟ طب هل فعلا الحاجات العظيمه قوي اللي بتتقال دي بتتنفذ؟ طب وحسها ازاي؟ يعني تعليقات بتتقال. انت طبعا في التجربه فتقدر تحكي. انا عايز اقول لك على حاجه، ان احنا انا واحد من الشباب كنت برضو بقول نفس الكلام ده في الاول، لكن لما اتيحت لنا التجربه لقينا ان المشاركه بمنتهى الحياديه والموضوعيه، بتقدم على موقع الرسمي للبرنامج فتقدر تشارك او المؤتمر، فبالتالي اعتقد ان ده كان شيء مهم جدا. الاهم من ده انه المؤتمر في نسخته المتعدده لحد النسخه السابعه، هو ما كانش في يعني الشباب اللي بيحضر كل مره غير الشباب بتاع كل مره، فبالتالي بتيح فرصة أكبر لأكبر كم من الشباب من محافظات الجمهورية كلهم أن هم يشاركوا، بالتالي أنه ما فيش فكرة الثبات على شباب معين. وأحلى ما قلت يا أحمد أن أنا كان بقول نفس الكلام ده. أنت وضحت لي هنا أن بيبقى في غيرة أنك أنت عايز تحضر أو تشوف إيه اللي بيحصل في المؤتمرات دي، وخاصة زي ما أنت قلت الأعداد الكبيرة، 3000 أول مؤتمر، في 3000 تاني، في 5000 في منتدى الشباب. الأعداد كل ما بتزيد فكل الدايرة ما توسع كل ما الشباب يحس ده. فأنا قاعد قدام شاب دلوقتي، عشان كده قلت لك في بداية الفقرة أنا عايز أتخيل أن احنا في مؤتمر الشباب بالفعل، وقاعد قدامي شاب والمؤتمر ده في العاصمه الاداريه، ده المشروع قومي جديد. هل الاصلاح الاقتصادي اللي تم ده من مشروعات بقى قوميه، من برامج حمايه اجتماعيه؟ الشباب هتسال فادني في ايه وكنت لازم اعمله ليه، لان بعض الاصوات بتقول كنا ممكن نقلل او ناجل الاصلاح الاقتصادي. هو يعني الاصلاح الاقتصادي احنا ما كناش نملك رفاهيه الاختيار، لانه كل المؤشرات الاقتصاديه في التوقيت ده قبل نوفمبر 2016 كانت بتوحي ان احنا داخلين في يعني طريق خطر جدا للاقتصاد المصري. فبالتالي يعني هو كان اشبه يا احمد بالدواء المر اللي ما فيش مفر ان انت لازم تلجا اليه علشان تقدر تصحح من وضع الاقتصاد المصري وحجم الاختلالات اللي حصلت في الاقتصاد المصري. حقيقي هو قبل بانتقاد كبير جدا، لكن خليني اقول لك انه في بدايه الاصلاح الاقتصادي كل الانتقادات اللي وجهت لانه كان الحكومه المصريه لا تملك رفاهية الوقت في ان هي توضح ملامح هذه التجربة. معلش هقطعك عشان انا في جلسة دلوقتي. طب عومت الجنيه كنت ممكن تأجل تعويم الجنيه شوية عشان ده سبب في زيادة الأسعار. تمام. ما انا قلت احنا هنا في الاصلاح الاقتصادي ما بنمشيش وفقا للاهواء الشخصيه او للعواطف، ده في خطط اقتصاديه موضوعه من جانب صندوق النقد الدولي بيتم تطبيقها وفقا لكل او الحاله الاقتصاديه لكل دوله. ما هو انت في التوقيت اللي طبقت فيه الاصلاح الاقتصادي يا خيري، ما تونس طبقت الاصلاح الاقتصادي. اسمح لي اقول لك، هي الخطه والاستراتيجيه لموضوع 2030 للتطوير والتنميه عامه كان بعيد شويه عن صندوق النقد، عشان الناس ممكن تخلط ان انت بتنفذ تعليمات معينه، انت عارف الاصوات ما بتتعالى في الحته دي، فعايز ابعدها بس عن كمان نقطه مهمه جدا. عايزين كده ماشي عليه، عايزين ناكد كمان يا خيري انه مش معنى ان انا اقترضت من صندوق النقد ان في تبعيه اقتصاديه. برافو عليك. هيقول لي عليا حاجات، لازم الناس تبقى عارفه ان كل دول العالم ليها حصه في صندوق النقد الدولي، وبمقدار مشاركتك بالحصه الماليه لصندوق النقد هو بيتدخل لعلاج الاختلالات الاقتصاديه في توقيت معين. عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، الخصخصه على سبيل المثال لما طبقناها في التسعينات، الخصخصه احد اليات الاصلاح الاقتصادي الموضوعه في صندوق النقد الدولي. لكن يمكن اليه تطبيقها في التسعينات كانت مختلفه، ان انت بتتيح لعنان القطاع الخاص ان هو يدخل بشكل
قوي وغياب دور الاداره من الدوله. طبعا ده ما بقاش موجود دلوقتي. فكره تحرير سعر الصرف او احنا كنا ناجلها، بالعكس ده هو كان الشيء الاقتصادي السليم اللي كان بيحصل قبل كده. ده كان يعني عايز اقول لك يعني انت بتعمل شيء غلط ومستمر في تنفيذ الغلط ومصمم عليه. صحيح. لكن اي عمله في العالم ما ينفعش ان انت كدوله تدعمها. قيمة العملة وقوتها تتحدد وفقا للطلب والعرض عليها. الطلب والعرض عليها جاي منين؟ جاي من ان انت عندك انتاج قوي. انتاج القوي جاي منين؟ عندك مشروعات اقتصادية قوية، عندك صناعة، عندك انتاج، عندك بنية تحتية قوية. ده بقى اللي خدنا لسكة تانية، اللي هي فكرة المشروعات القومية اللي كتير جدا كان بينتقدها، لازمتها ايه قناة السويس الجديدة، لازمتها ايه مشروع القومي للطرق، البنية التحتية. ما هو مفيش بنية تحتية يعني مفيش استثمار، مفيش صناعة، مفيش، وبالتالي مش هتوصل للإصلاح الاقتصادي. تحرير سعر صرف الجنيه حقيقي أثر بشكل سلبي كتير جدا على الناس. لكن الوضع دلوقتي لما انا بتكلم من حوالي 3 ايام، بلومبرج لما تقول ان الجنيه المصري تاني احسن عمله بعد الروبل الروسي، الناس دي ما بتجاملش يا خيري. الناس دي ما بتصدرش مؤشرات وهميه او لا تحكمها لغه العواطف في الحكم على القوى الاقتصاديه. وان كان الروبل الروسي برضو قلل قيمته قدام الدولار الامريكي، القيمه دي قلت ولكن الاقتصاد زاد. بالزبط. الناس بس بتربطها ان انا عملتي قلت، لا بس اقتصادك زاد. وبتتكلم كمان على دوله عظمى زي روسيا. بالظبط. وعلشان توصل بعملتك ان يبقى قيمتها وقوتها الشرائيه كبيره جدا، انت لازم تشجع الانتاج، تشجع الصناعه، تشجع المشروعات الصغيره والمتوسطه. ده اللي خدنا ان احنا بقى عندنا يعني مبادره قوميه من جانب السيد الرئيس للمشروعات الصغيره والمتوسطه، بعد كده المشروعات القوميه اللي بيتم تنفيذها. ازاي احمد الدوله ماشيه بالتوازي في ان هي تشجع القطاعين الخاص والعام؟ لان خلينا نعترف بانه مش الحكومه مش هينفع تشيل كل حاجه. بالزبط. وبالتالي ظهرت المبادرات وظهرت المشاريع، تشجيع المشاريع فعلا الصغيره متناهيه الصغر، ظهر القطاع الخاص بقوه، بقى فيه منتديات وظائف بتشجع اكتر على انه يبقى فيه تعيين في القطاع الخاص. ايه الاستراتيجيه اللي اتبعتها الدوله عشان تعمل توازن ما بين الاثنين، بحيث ان لا يبقى فيه تحميل قوي على الحكومه ولا فيه تحميل بزياده على القطاع الخاص؟ اولا ما فيش تنميه اقتصاديه بتتم بقطاع منفرد، يعني لا الحكومه لوحدها ولا القطاع الخاص لوحده. صحيح. فكره المشاركه، والا القطاع الخاص ما كانش هيبقى له اهميه او يعني جدوى اقتصاديه داخل اي اقتصاد. النقطه الثانيه، لأن خلينا نقول في فترة من الفترات أجيال عاشت على شعار إن فتك الميري اتمرغ في ترابه. بالظبط. إحنا ما بنقولش إن شعار غلط، هو كان صح بس فترة من يعني فترة زمنية محددة. فإحنا بنبتدي نغير هذا المفهوم. الفترة دي ما كانش في ضوابط بتحكم عمل القطاع الخاص. لكن دلوقتي أنا عايز أقول لك إنه عايز تعرف مصر ماشية إزاي خيري يا ما. أنت عندك خطة علمية مدروسة بجدول زمني اللي هي استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. الرؤية دي وضعت استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر في كل القطاعات الاقتصادية بخطط علمية بفترات زمنية معينة. وخلي بالك انه عشان تعرف ان في تغيير حصل في الثقافة الاقتصادية، حتى احنا بقينا نهتم بالتنمية اكتر من النمو. التنمية معناها ايه؟ معناها ان انا كحكومة انا مش بس بهتم بالاجيال الحالية او الفئات المجتمع دلوقتي، انا كمان بشوف الاجيال القادمة اللي بعد 10 15 20 سنة عشان اقدر احافظ على حقوقها من الموارد الاقتصادية اللي فيها ندرة نسبية الى حد ما ومتاحة دلوقتي. وبالتالي مفعول التنمية او جدوى التنمية الاقتصادية اقوى بكتير جدا من جدوى النمو. يعني انا لما اقول انا عندي معدلات تنمية مرتفعة، احسن ما اقول عندي معدل نمو اقتصادي مرتفع. النمو الاقتصادي انت النمو السكاني عندك قد ايه، لكن التنمية هي الاهم. التنمية دي ساعات يا احمد بتأثر على شريحة من المجتمع وخاصة شريحة الفقراء. تمام. شايف ان برامج الحماية الاجتماعية حمت الشريحة دي من الفقراء؟ بالظبط. احنا قبل يعني 2013 ما كانش عندنا اي برامج حمائيه للفقراء. يعني لما نيجي نتكلم على تكافل وكرامه، نتكلم على مبادره حياه كريمه اللي تم اطلاقها، مبادره 100 مليون صحه، البرنامج الجديد في تطوير التعليم. خلي بالك كمان يا خيري انه المواطن حصل الاصلاح الاقتصادي في ايه؟ انا مرتبي زاد كام والسلع قلت قد ايه؟ تمام. لكن ما شافش انه الاهتمام بالعنصر البشري ده نتيجه مهمه من الاصلاح الاقتصادي. الاهتمام بالانسان المصري، صحه وتعليم وثقافه وبنيه تحتيه، كل دي نتائج ايجابيه للاصلاح الاقتصادي. طب احمد، واحنا بقى داخلين على النسخه السابعه، لو انت امام رئيس الجمهوريه، ايه السؤال اللي هتساله له ومتوقع الرد يكون ايه؟ هي ما نزلتك دلوقتي بقى مع المنصه، اقعد تحت بقى واسال المنصه بقى انت يعني انت في القاعه ماذا بعد الاصلاح الاقتصادي؟ ماذا بعد؟ يعني اكيد ده يعني كتير جدا من الشباب اللي يمكن بيشغلهم الجانب الاقتصادي المشاركين في النهارده في المنتدى عايزين يعرفوا الرئيس بيفكر في ايه، الدوله الحكومه بتفكر في ايه بعد الاصلاح الاقتصادي. لانه طول فتره الاصلاح الاقتصادي من 2016 واحنا بنقول احنا عملنا اصلاحات في كذا، عالجنا سعر الصرف، قلنا الدعم، عملنا عملنا عملنا. طيب يا ترى احنا خطه الدوله ايه بقى في التنميه الاقتصاديه الجايه؟ وانت بقى كباحث اقتصادي الرد هيكون ايه المفروض؟ هو دايما يعني انا اقول لك على حاجه، ما انه اجمل ما يميز السيد الرئيس انه دايما بيتكلم بلغه الارقام،
ودي اكثر شيء مقنع في الدنيا كلها. لا مذاكر كويس قوي اه بالظبط في الاقتصاد. فحتى السيد الرئيس لما يجي يتكلم يقول لك طب انت عارف احنا تكلفه ده ايه، انت عارف انا لما بستورد ده بيكلفني قد ايه، انا مطالب مني اعمل ايه، انا متوقع ان السكان هيزيدوا بعد كام سنه بقد ايه. انك تقرا المشهد الاقتصادي بالارقام بتقدر تقنع المواطن، واعتقد ان ده كان السبب الاول والرئيسي ان المواطن المصري تحمل الاصلاح الاقتصادي. مش بس بقول شعارات اقتصاديه وجمل سياسيه لا، لكن الرئيس هي المكشفه والمصارحه الدائمه. وانا كمان اتذكر كمان جدا جمله الخيري مره واحنا في احدى مطارات الشباب قال انه السيد الرئيس كان بيراهن على شعبيته بشكل قوي جدا قدام نجاح الاصلاح الاقتصادي. لا هو اول رئيس يضحي بشعبيته تماما من اول لحظه، ده من قبل ما يترشح يعني. هو قايل انا مش هضحك عليكم، انا هكون صريح، الحقيقه انا مش يعني مش في ايدي العصا السحريه، وهواجهكم دايما بالواقع ومش هعمل حاجه لوحدي يعني، لازم أكيد الشعب دايما. واكيد كمان ان الشباب هيبقى عندهم طموح اكتر في فكره تمكين الشباب بقى سياسيا. لان التجربه اللي السيد الرئيس منحها للشباب من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقياده والاكاديميه الوطنيه، وانه اعطاء الفرصه للشباب ان هم يتولوا منصب نائب المحافظ فحوالي اكتر من 5 محافظات او 4 محافظات، اعتقد دي كانت تجربه قويه جدا. لا واسس علميه بقى، في درسين طالعين كده وخلاص. كمان يعني فكره تعميم التجربه افريقيا وعربيه مها ويا خيري كان بقى جدوها اكتر. ان بيوضح ان مصر الان مش بس تهتم بالداخل فقط، مش مهتم كمان بالشان الاهتمام اقليميا افريقيا وعربيا بقى. ده اللي كمان بيعيد الثقل الاستراتيجي لمصر ومكانتها في المنطقه. ده ملف كبير بقى جدا، وعارف انت كمان مهتم بالشان الافريقي مهم جدا، فاعتقد ده ليه حلقه بقى تاني معانا ان شاء الله. الباحث الاقتصادي استاذ احمد ابو علي نورت صباح الورد، وان شاء الله نتقابل بقى في المؤتمر النهارده ونبقى في الطبيعه فعلا نشوف بقى الاسئله والحوارات ان شاء الله. نورتنا احمد، صباحك صباح الورد. مشاهدينا سيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع في لقاء مهم جدا مع أحد الطيور المهاجرة وهو بيعود بتجربته علشان يفيد بلده وولاد بلده. خليكم معنا. العاصمة تستقبل شباب مصر من كل المحافظات. المؤتمر الوطني 7 للشباب 30 و31 يوليو 2019. ابدع انطلق. المؤتمر الوطني 7 للشباب تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.